يمكن من أهم التكريمات كمان اللي حصلت امبارح الخاصة بالأم المثالية لعام 2022 هو تكريم أمهات الشهداء، سواء كانت زي ما قلنا أمهات شهداء الجيش أو الشرطة. معانا على الهاتف دلوقتي السيدة أمل محمد المغربي، وهي الأم المثالية لشهيد القوات المسلحة. بنرحب بحضرتك يا حاجة أمل. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. عاوزين نعرف يعني شعورك بالتكريم ده، كان بيمثل ايه لحضرتك في البدايه، ويكلمينا على يعني الدور اللي ابن حضرتك قدمه للوطن. والله انا اتفاجئت بتليفون من شؤون ضباط القوات المسلحه بيبلغوني ان تم ترشيحي كأم مثاليه عن القوات المسلحه وام شهيد بالاجماع يعني، فكان خبر بالنسبه لي مفاجئ. بس ساعتها اتصور لي محمد ابني حبيبي يعني رحمه الله عليه، ان دي كراماته وبركاته اللي بتحل عليا من وقت استشهاده من 2015 لحد النهارده. انا عايشه بسيرته وعايشه ببطولته بحكيها لحد وقتنا ده. كلنا عايشين ببطولته اكيد. محمد كان رتبته ايه يا فندم؟ نعم، كان رتبته ايه؟ نقيب. نقيب سلاح مدرعات. فمحمد كان يعني استشهد في 1/7/2015. القصه بتاعت محمد الدنيا كلها عارفاها يعني، وبفضل اقولها لحد اخر يوم في عمري. ربنا يديك طول العمر. كان محدد له اجازه، مقرر له اجازه وتصريح تجيبه. ولما كان في الهجمه العنيفه المعروفه في 1/7 اليوم، الرئيس سيادة الرئيس وصفه ان يوم فارق في تاريخ مصر. صحيح. فكان ابني من ضمن شهداء اليوم الجميل ده، اليوم الرائع ده، اللي هو اللي صد فيه عن مصر خطر محقق والله. اتصدر الدعم اللي رايح ينقذ الثمين محمد بكل بطوله وطوعيه وشجاعه وبساله وقدام وايثار، يعني صفات جميلة جدا في شاب عنده 24 سنة، يعني حاجة تدعو للفخر والله. وما رجعش، إنما هو راح لربه شهيد، يعني شهيد في الجنة بإذن الله. يا أستاذة أمل صباح الخير عليكي، كل سنة وأنت طيبة. يعني أكيد إنه تربي وتكبري يعني راجل بالبطولة اللي إحنا بنحكي عنها دي، أكيد ما كانتش مسؤولية سهلة. يمكن الأمهات كلها بتبقى يعني متخبطة، بتحاول إنها تربي وتكبر وتزرع في أولادها حب الوطن، لكن العزيمة والإصرار زي ما حضرتك كنت بتحكي على الإخلاص لبلده والإخلاص في وطنه. النهاردة تقولي إيه لكل أم بتربي يعني طفل صغير؟ أكتر نصيحة تنصحيها بيها؟ يعني بقول ان الولاد امانه، ربنا اعطانا امانه كبيره كبيره قوي يعني، والحفاظ عليها يعني وتقديمها للوطن بالطريقه دي يعني بالفخر ده، دي يعني لازم هي فيها تعب شديد. وبعدين انا بقول دايما برضو القدوه، الاب والام القدوه. هم لما كان لما يبقى الاب والام مثلا بيحبوا بلدهم ومخلصين، حضرتك بتتكلم عن الاخلاص والاخلاص في العمل، الاخلاص في الحياه، في كل حاجه، اتقاء ربنا في كل كبيره وصغيره. هم الولاد هيطلعوا بيقلدوا ده، مش لازم بالتوجيهات، هم لازم يشوفوا ده فعلا. هو محمد اتعلم الانتماء والرجوله والتضحيه دي الصراحه مش مني، من الاب. الاب كان قدوه يعني ومثل اعلى لابنه. فهو من الصغر هو خد محمد واتولى تربيته في الحته دي، والبنيان بتاعه والرياضي والجسماني، علشان هو بيأهله لدخوله الكليه الحربيه. الكلام ده من هو عنده 5 سنين. يعني كان حلمكم تشوفوه ضابط في الكليه الحربيه؟ كان حلم حياته ابنه يطلع يعني ينتسب للكليه الحربيه بالذات. كان حلم حياته، لان هو كان اصلا كان نفسه يبقى ضابط الكليه الحربيه يعني يلتحق بالقوات المسلحه، بس ما كانش له نصيب. ولما ربنا عوضها له في ابنه فرح جدا، وقال لو اعرف ان دي متشاله لابني ما كنتش زعلت ثانيه. وربنا حققها له، عشان هو اصلا خالص النيه حقيقي والله، بيحب وطنه، وربنا عطيه له الهبه دي والغريزه دي، كانت في دمه حقيقي والله، كلنا تعلمناها منه اسرتنا هنا من بابا رحمه الله عليه. الله يرحمه ويحسن اليه. فاتعلمها منه من بابا، دي حقيقه يعني، مش كلام يعني، واقع، كان واقع فعلا. دي ربنا بيديها مش لاي حد. انا حاسه ان هو باباهم كان ربنا وهبه بالحته دي اكتر من اي حد والله. وكان دايما محمد يقول كده، بابا بيحب البلد زياده قوي.
يعني أنا فخري أكتر بحضرتك، مش يعني لتكريمك كأم مثالية، لكن للثبات والتماسك والتضحية والفداء، لأن مفيش أم ممكن تقدم تضحية وفداء أكتر من اللي هي تقدم ابنها فداء للوطن علشان يحقق حالة من الاستقرار في وقت كان وقت فاصل زي ما حضرتك قلتي في تاريخ البلد تحديدا، وهي الهجمات اللي شفناها من 2015 لما تلا ذلك لحد ما الحمد لله الحمد لله دلوقتي بنعيش في أمن واستقرار، يمكن بشهادة كبرى المؤسسات العالمية تحديدا. لكن عاوز أعرف من حضرتك إيه أصعب موقف بقى فات عليكي وأصعب فترة مريتي فيها من بعد استشهاد الرائد محمد؟ بعد استشهاد محمد، هو طبعا انا كنت كل حرصي وتركيزي على ان دايما انا واجهه لمحمد، انا لازم صورتي تبقى فيها ثبات، لازم محمد يبقى فخور بيا فوق زي ما انا فخوره بيه تحت في الارض، وبيكرمني في الارض وهيكرمني في الاخره، واليوم ما قبله اكيد هيشكرني على ان انا كنت واجهه مشرفه له. مش يعني ما بعبرش عن حزني جوه قلبي، لكن والله مش محمد بس اللي بيشكرك وفخور بيك، احنا كمان فخورين بحضرتك وبنشكرك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. والله اصعب حاجه واجهتني كانت مرض بابا رحمه الله عليه، يعني والله يعني هو يعني صابر وراضي ومحتسب وكل حاجه جميله فيه الصراحه رحمه الله عليه، لكن اللي صعب عليا ان هو تعب، يعني كنتش عايزاه يعني يحسب اي الم، والحمد لله لحد اخر لحظه في عمره وهو ماشي على رجله، وكان فرحان انه هيقابل ابنه ولاده، يعني حد ابنه وبنته، بس فدي كانت اصعب اللحظات. والمعاناه واني اظهر بصوره غير اللي جوايا دي عايزه جهد ولود جامد على اعصابي وعلى قلبي، لكن ربنا بيقوي. هو ربنا لما بيحب حد مش يعني اكيد بيعمل له كل حاجه حلوه أكيد، يعني قبل ما بيبتلي بيصبر وبيورينا الحكمة من الابتلاء، والواحد بيقعد يتأمل فيه كده في الابتلاء، ما بلاقوش وملابسات وما بلاقيهوش في حاجة تحزن أو يبقى في البني آدم إصرار على الحداد وكده، يعني ليه؟ هم في الجنة ونعيمها، هم نحن متبشرين، ده ربنا اللي قال. صح. يعني أنا عندي كم قصر في الجنة؟ أنا عندي بنتي وابني وباباهم، يعني صحيح. ويوم ما هنقابل محمد ومنا وجوزهم احياء عند ربهم يرزقوني. نعم يا فندم، احياء عند ربهم يرزقون. طبعا ده كلام ربنا، فاحنا صحيح. لازم نتعامل على الاساس ده ان هم احياء، من منطلق ان هم احياء، واحنا فتره وهنروح لهم يعني، والخلود بقى في دار الخلود والنعيم كله ربنا يوفقك. استاذه امل ربنا يسعدك يا رب، وربنا يسعد ايامك، واحنا من هنا بصباح الخير يا مصر بنقول لك كل سنه وانت طيبه، وبنبارك لك على التكريم. استاذه امل محمد المغربي، الام المثاليه لشهيد القوات المسلحه، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. في الحقيقه هي تاج على راسنا كلنا والله يا هدير، الثبات والعزيمه والصبر، ويعني النصايح والرسائل اللي بتقدمها للامهات الحقيقه نموذج يحتذى به لكل ام.